الجولة بام تي في الايف بتكمل مع الموسيقى وفقرة بيت. الخبر الاول، اطلق تجمع اهل المحبة بدبي برنامج مهرجانات دبي لصيف 2015، حيث رح يكون الافتتاح ب 10 تموز مع الفنان توني حنا ومن بعده الاخوان شحادة، لتكون السهرة الثانية ب 11 تموز مع الفنان عاصل حلاني وكارلوس، اما الختام فب 12 تموز مع الفنان ملحم زين ودبي تالنت شو. وبالانتقال لمصر، أعلنت النجمة المصرية أمل ماهر عن استعدادها لطرح قصيدة جديدة بصوتها تحت عنوان مشاعري خلال الفترة القريبة عبر قناتها على يوتيوب. خلينا ننتقل ونشوف عاصل حلاني. وينك حبيبي؟ مع أخبارنا الموسيقية ومننتقل للخبر الثاني. بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي وبدردشة عبر تويتر مع جمهورها ومحبينا، أعلنت شمس الأغنية العربية اللبنانية نجوى كرم أنه المخرج فادي حداد هلأ عم يشوف خلال الفترة الراهنة على مونتاج كليب بوسة قبل النوم، المقرر أنه يبصر النور بعيد الفطر المبارك. ومن جهة ثانية، بيستعد النجم اللبناني جو أشقر لإطلاق أغنية الجديدة باللهجة العربية اللي راح تحمل عنوان دفيني، وهي من ألحان حاتم العراقي، على أن يصدر جو طبعاً بعد عيد الفطر الفيديو كليب الخاص بالأغنية. خلينا نشوف نانسي عجرم وبكون جاي ودعك. وبكون جاي ودعك بوجعك وبكون وبكون جاي ودعك وبكون وقلك حكي بوجعك وبكون فجأة القلب
من الأغاني العربية مننتقل لتوب 5 انرجي. جولة سريعة على توب 5 انرجي. بالنمبر 5 بريتي جيرلز بريتني سبيرز فيتشرينج إيجا أزاليا. نمبر 4 ذس سمر از غانا هيرت مارون 5. نمبر 3 باد بلود تايلور سويفت. نمبر 2 رياليتي لاست فريكونسيز. أما السونج اللي احتلت المرتبة الأولى فاير ميت غازوين لسيا. خلينا نشوفها سوا. So come on now, strike the match, now we're a perfect match, perfect, somehow we were made for one another, come a little closer, flame you came for me, fire me gasoline, fire me gasoline, I'm burning alive, I can barely breathe, you're here loving me, fire me كل الانرجي سونغز فيكم تابعون على 99.1. وختاما رح اختم مع اغنيه من ارشيف نوستالجي بلوندي هارت اوف جلاس. انا بدي اتمنى لكم فيري هابي ساندي كيف ما قررتوا تمضوه اذا على البحر او بالجبل. رح اختم مع هالاغنيه وبقول لكم باي. Yeah.